تعالوا ندخل السمك الدنيس الفرن، ياخد وقته في التشميع، وكمان الشوايه دي تاخد وقتها في السخونيه، وبعد كده نخش في الطبق الثاني، يبقى برضو بنقسم حاجتنا. طيب ايه التتبيله وايه التبهيره للسمك اللي انت عايز تعمله النهارده بالفريك او الدنيس ده؟ والله تتبيله لطيفه جدا ان شاء الله ما فيهاش اي صعوبه. اول حاجه هنجيب عندنا معلقه صغيره، ونجيب عندنا التوم بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه توم حلوه كده كبيره، بسم الله، تمام. وعلى معلقه التوم دي انا دماغي النهارده رايحه الصراحه اتبل السمكيه دي بطريقه حلوه، هديها عندي سنه ريحان، تمام. وعلى سنه الريحان كمان هدي التومه، ومع التومه معلقه هريسه، ركزوا معايا، يبقى ريحان توم هريسه، دي اساسيات. طيب واجي معاهم كمان واروح مدي تاتش شبت حلو كده اهو، بص الخلطه كله متقسم قدامك في البوله، وحبه كزبره خضراء، شوف لحد كده احنا زي الفل. وهجيب عند التبهيره بتاعتي بايه بقى؟ بسنه كركم على كاري، وجرشه فلفل شطه، بص كده، تمام، وحبه سن، بص قد ايه جوز الطيب مش كتير، وحبه ملح كمان سنه، حبه كزبره ناشفه، وكمان حبه كمون. على ما اعتقد كده تبهيره لطيفه وسنه حبه هم من نفسنا، بص قد ايه كده احنا بنعمل تتبيله حلوه. واخد البوله اللطيفه دي واطلع على طول على حبه زيت حلوين يخلوا معايا لحم السمك طري ويلمع اهو، زيت عادي مش شرط يكون زيتون او غيره، وطبعا ما فيش سمك من غير ليمون كده. تتبيله سهله جدا وبسيطه، اي حد يخش يعملها وهو مغمض، مش محتاجه مننا تفاصيل اكتر من كده. مضرب لطيف وتبل حاجتي الاول، اهو شوف منظر التتبيله زي ما اتفقنا. انا هخش بالسمكه دي في الفرن تتشمع شويه، يعني تتشمع تاخد جزء من التسويه بدون ما احمرها واهريها وتشرب زيت، لا هشويها الجلد يلزق، لا مش عارف ايه، انا همشيها عندي زي ما حضراتكم شايفين كده. اجيب سكينه لطيفه وابدا كالعاده الاول، بس قبل ما نتكلم على التقطيع ولا غيره، نبص على السمكه. بص منظر الدنيس عامل ازاي، عينيه يكون لازم يكون فاتحه قدام عينيا، الفض بتاعه يكون لامع ما يكونش مطفي. دي طرق اللي احنا واحنا بنشتري السمك من غير ما السماك او الراجل اللي بيبيع السمك يشرح لي، انا كست بيت او راجل البيت او اي حد راح يشتري سمك لازم يكون عنده المعلومات دي، ودي اكيد يعني لازم نتكلم مع حضراتكم عليها شويه. يعني اهم حاجه امسك اشوف السمكيه شكلها عامل ازاي، عينيها تكون شفافه واضحه، وبعد كده بعمل كده اشوف الخياشيم، شايف اللون ده المحمر ده لازم يكون فاتحه قدامي كده ومحمره، ولما اجي احط ايدي، بص كده اصبعي، اما اجي احط اصبعي كده على السمكه ما يغرش، لو غرز يبقى السمكه دي مش فريش اهو، شوف طلع تاني ازاي، ولو ما غرش يبقى السمكه زي ما حضراتكم شايفين كده واضحه، والفض بتاعها باين وكل حاجه واضحه. اجيب عندي السكينه اللطيفه واجي اعمل كده، بسم الله، تشريحه بسيطه مش قوي، ما اخشش على العظم. ليه التشريحه دي بقى يا شيف؟ عشان اولا تديني برضو شكل حلو، ماشي الكلام لو همشيها بالشكل يعني، والتتبيله تخش جوه اللحمه من بره ومن جوه، وكمان تسهل عليا كمان التقشير في الاخر، يبقى برضو شكلها حلو. والثانيه نفس الكلام اهو كده اهو، وممكن اعمل كده لو مش عايز اقطع التشريحه. بص منظر، شايف لحم السمك عامل ازاي، ده كله يتبل يبقى ليه طعم. بص بعمل ايه اهو، بس ولا اكتر ولا اقل. واجي بقى اخد السمكيه الحلوه دي واطلع بيها على التتبيله بتاعتي، وحش التتبيله، بص شوف اه كده اهو، واخدها كده وش وظهر، وابدا اعمل الحركه بتاعت كل مره دي، وامسك بايدي التتبيله واشرب، شوف يقوم السمك يتبل من جوه، بص اللحمه عامل ازاي. ده مهم جدا التفاصيل دي، مش ان انا احطها كده وخلاص ويلا مش عارف ايه، لا لازم الحاجه تبقى واخده حقها في التتبيل. بص المنظر تاني، اجيب عند السمكايه وابدا هروح حشيها، وممكن كمان احشيها بحاجه حلوه قوي كمان، شايف الليمونه دي، اروح جاي حاطها في النص كده عند الخياشيم في ظهر الخياشيم، بص وراح جايب عند التتبيله ومبهر حاجتي كلها حشيها، واجي هنا واروح اعمل كده اهو، شوف لحم السمك يشرب من التتبيله، بص اللحمه عامله ازاي اهو كده اهو، يقوم السمكايه وهي لسه نيه واضحه وباينه ان هي متتبله تتبيله لطيفه وبسيطه، حبه الزيت مش هيخليها تلزق من حضرتك وتخليها ملمعه دايما واللحم يبقى طري، وهو ده المهم اهو. شوف هاخد الكلام ده كله واطلع بيه على فين؟ على الفرن، على الشبكه، تعال اه. ودايما كالعاده بقول موضوع الشبكه ده، بسم الله الرحمن الرحيم، بكون ايه حريص شويه، جايب عندي الصينيه بتاعتي مديها حته ورق الومنيوم، عشان اي تتبيله من التتبيله دي
تنزل ما تنزليش على الفرن فتبوظه وتحرقه وتخليه ريحته مش حلوه، ولما اجي استخدمه في حاجه ثانيه يبقى برده مش لطيف. فالافضل بروح اعمل زي ما انا عملت كده اهو على الشبكه، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، شوف التتبيله نازله فين، ما خسرتنيش ريحه الفرن ولا اي مشكله خالص تقابلني اهو. والتتبيله دي هشتغل بيها طبعا لا في حاجه ثانيه، لا اما كل شويه اجي اسقسق واطعمها برده شويه بشويه. دي اول حاجه. كان عندي فكره الصراحه اني ابدا ادخل الفريك مع السمك الفرن، ولكن لقيت الموضوع ابسط من كده. بص منظر الفريك عامل ازاي، مش محتاج الفرن والسمكايه استوت. طب ما تيجي نغرف على طول عشان يبقى الموضوع ابسط من ما ندخل الفرن تاني ونزود وننقص في التسويات. خلاص الموضوع بسيط، يبقى نعمل كده. شايف المنظر عامل ازاي، الفريك جوسي، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. نعمل كده اهو، شوف المنظر، حبه الفريك. ولو انتوا فاكرين كان في سي فود باقي عندي من الحشو، ضفته في النص معاه في الخلطه، ادى نفس عالي جدا. وانا احب الفريك يكون جوسي كده، ما يبقاش ناشف ولا يكون بتحس ان هو مخرز يعني. طبعا الفريك ده لازم يتغسل كويس جدا، وقبل ما يتغسل بيتنقع شويه وبيبقى مستواه كويس قوي في النظافه لما بيتنقع شويه من الوقت. نجيب بقى حاجه نغرف بيها، وعايز اوريكم السمك كمان بالمره وصل لحد فين. حالا 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 طبعا ده مهم جدا طبعا. بص المنظر عامل ازاي، حالا شوف. وادي السمكايه ابراهيم، ممكن تبص معايا على السمكايه دي، بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحه واحنا بنمسك السمكايه كده ونفتكر مع بعض لما شرحناها وتبلناها وش وظهر. بص المنظر عامل ازاي، بص ظهر السمكه عامل ازاي على الشبكه، دي علامه الشبكه. وادي السمكايه، ولا اكتر ولا اقل. هعمل كده واختها تيجي جنبها، وبالهنا والشفا وحبه كزبره حلوه كده على الوش تدي نفس كويس فريش كده اهو. وشكرا على كده.